والمشهد اللي انا شفته ده هيأكد لنا بإذن الله ان يوم 10 و11 و12 مصر بكنايسها بجوامعها بأزهرها برجالها بفتياتها بالشيوخها بسيداتها بأنساتها هيكونوا على قلب رجل واحد لدعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجتمع اليوم من الأرض الباسلة النابضة الملهمة لندعم ونؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إنه القائد الذي انشغل بقضايا مزمنة طالما عانت منها مصرنا الحبيبة، وأهمها قضية التعليم. قد إيه القيادة السياسية مهتمة بالمواطن، مهتمة ببناء المواطن، مهتمة ببناء الشباب. احنا عندنا ملفات كتير محتاجين نفتحها، محتاجين نطورها، ومحتاجين كلنا نقول الكلام ده بنسبة التصويت. نقول الكلام ده عشان ندي رسالة للداخل والخارج، والخارج قبل الداخل. قد ايه شعب مصر على قلب رجل واحد. ويدعوهم الى ضرورة المشاركة الايجابية والفعالة في هذا العرس الانتخابي الذي تقوده مصر في 10 من شهر ديسمبر الجاري، والالتفاف حول قيادتها السياسية الرشيدة نحو بناء جسور المستقبل. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع موظفي أزهر بورسعيد الإدارة المركزية لبورسعيد، سنكون أول المشاركين في هذا العرس الانتخابي والالتفاف حول القيادة السياسية ودعما للوحدة الوطنية. لا أحد ينكر أبدا وجود تغيير واضح في وطننا من الناحية الأمنية، نشعر أكثر وأكثر بالأمن والأمان، ومن ناحية التنمية كلنا شايفين، وبورسعيد غنية عن أنها نحكي لكم، أنتم شايفين بعينيكم. إحنا في احتياج شديد لمن يكمل المسيرة. مصر المستقبل محتاجة لرجل زي السيسي، ما فيش غيره، هو الوحيد اللي يقدر يكمل المسيرة اللي بدأها. نطلب من الله أن ربنا يوفقه، وكلنا إيدنا في إيدك يا ريس، وربنا يقويك ويديك الصحة.